اعتقد ان هذه القضيه اعتقد إن لا تحتاج الى كثير من الكلام، كل النواب ادلوا بدلوهم اكثر من مره وشكلنا لجان تحقيق وشكلنا مناقشه عامه، وس... كل هذه الامور تمت، انا اعتقد وهذا كله تحت سمع وبصر الحكومه. يتكلمون الاخوان عن انه يجب ان نفرض غرامه على القطاع الخاص. القطاع الخاص عن توظيف الاجانب، انا اقول اولى بان نفرض غرامه على الحكومه التي توظف 7500 اجنبي. ويتعلم الحكومة أن ما يقدمه هذا الأجانب من قيمة مضافة يساوي صفرا مستشارين انتهوا في بلدانهم إحنا نوظفهم بأعلى الرواتب هذه هي الحكومة التي يجب أن ترفع غرامة وليس القطاع الخاص فقط هي شغلة الشغلة الثانية وزارة العمل رد وزارة العمل يتكلم عن غالبية المهن التي يشغلها الأجانب هي مهن غير احترافية ومتدنية الأجر ولا تطلب مهارة أنا أريد أن أسأل وزارة العمل من يعمل في تمكين؟ 74 شركة تمكين تعمل فيها آلاف الأجانب هل هؤلاء برواتب متدنية؟ أعطونا الأرقام من يعمل في ألبا الآن كبديل للبحرينيين؟ من يعمل في تطوير؟ من يعمل في بابكو؟ من يعمل في أسري؟ من يعمل في طيران الخليج؟ كبديل للبحرينيين يعني كانوا البحرينيين موجودين أصلاً كانوا موجودين وأحلوا بأجانب ليسوا افضل منهم تدريبا. البحريني لا يتحمل تقول وزاره العمل البحريني لا يتحمل لا يعمل في وظائف محدده، يتكلمون عن وظائف صعبه. هل في يعني شغله في الدنيا اصعب من مصهر شركه البا؟ البحرينيين يتمنون كلهم كل بيت يتمنى، لكن السؤال اللي ما تريد تجاوب عنه الحكومه، لماذا يفضل البحرينيين البا؟ رغم قساوة الظروف الظروف العمل هناك لأن في رواتب في امتيازات الحكومة لا تريد أن تتكلم عن ذلك نريد أن نكون واضحين مع الرئيس إذا أردنا أن نعالج المشكلة يجب أن نناقش بهذه الكيفية أما نقول البحرينيين لا يتحملوا أبانا وأجدادنا اشتغلوا بنائين وفلاحين واليوم وبكرة وغدا يشتغلون في ألبا ألبا أكبر مصر في العالم يديره بحرينيين كانوا ليش كل هالآلاف المؤلفة من الفلبينيين اليوم والاجانب والجاليات الاجنبيه التي لا تفقه شيئا عن الصناعه وهذه الصناعه الحديثه يعملون برواتب عاليه ويطرد البحرينيين كل البحرينيين نفس الشيء في تطوير نفس الشيء في البا نفس الشيء في بنغاز نفس الشيء في اسري اليوم من يدير اسري من اي تو زد اجانب ومن وين من دول شرق اسيويه لا تكنولوجيا ولا تعليم راقي افضل من تعليمنا ولا شيء مع كل الاحترام خلينا نكون واضحين